How many four-person committees are possible for a group of nine people if عندنا 9 أشخاص هنختار منهم 4. There are no restrictions. أي 4 من 9. أي 4 يبقى الترتيب غير مهم. يبقى هقول C N R اللي هي C من 9 هاخد 4 يعني مضروب 9 على مضروب ال R في 9 اللي هي N minus R يساوي ده مع ده مضروب 5 9 في 8 في 7 في 6 مضروب الخمسة راح مع مضروب الخمسة على مضروب 4 يبقى 9 8 6 5 على 4 3 2 1 2 في 3 ب 6 مع 6 2 4 مع 8 2 يبقى 10 هنا في 9 في 8 في 7 في 6 2 في 3 ب6 راحت يبقى 7 لسه موجود وده 4 مع 8 في 2 يبقى 7 في 2 في 9 يعني 18 في 7 7 في 8 ب56 معنا ال 5 يبقى 12 طبعا لازم تاخد بالك قوي وانت بتضرب وانت بتختصر بيقول both Jim and Mary الاثنين دول must be in the committee عندنا شخصين لازم اخدهم يبقى اخد اثنين من اصل اثنين بدل اختيار واحد ضرب احنا محتاجين كله 4 يبقى فاضل 2 خدنا 2 يبقى فاضل 7 اشخاص يبقى مضروب 2 على مضروب ال R في 2 ناقص 2 مضروب ضرب مضروب 7 على مضروب 2 في 7 ناقص 2 فاكتوريال يساوي طبعا 2 راح مع 2 وهنا بواحد يبقى ده كل واحد هنا ده راح مع ده مضروب 5 يبقى 7 ضرب 6 على 2 يبقى هنا 1 وهنا 7 في 6 على 2 يعني 21 وبالتالي عندنا 21 اختيار طالما لازم اخد الشخصين دول بيقول لي either Jim or Mary but not both واحد بس فيهم must be on the committee يعني من الاتنين دول اخد واحد عندي كده خيارين فاضل محتاج لسه 3 عشان يبقوا 4 زي كده بس من الاصل كان طلعت 2 يبقى فاضل 7 من 9 وبالتالي مضروب الاتنين على مضروب الواحد في 2 ناقص 1 فاكتوريال ضرب فاكتوريال السبعة على فاكتوريال التلاتة في 7 ناقص 3 فاكتوريال يعني يساوي طبعا هنا 1 وده 1 يبقى هنا 2 ضرب ده 1 هنا فاكتوريال الأربعة مع ده اديني 7 في 6 في 5 والأربعة خلاص راحت مع 4 يبقى 7 6 5 على مضروب التلاتة اللي هي 6 7 في 5 ب 35 في 2 يبقى عندنا 70 اختيار نختار بيهم جيم او ماري واي تلاتة اخرين